السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم جاسم النقبي، صاحب محل سيلفر روز لتجارة الزهور والهدايا. المحل فيه طبعاً الورود الطبيعية والورود الصناعية والنباتات الطبيعية وكل أشكال وأحجام الستاندات لتشكيل الهدايا فيها. ومن ناحية الأمور التخصصية في المحل، كذا تخصص عندنا نحن، تخصص اللي هو عمل حق حفلات الأعراس وحفلات التخرج والمواليد وحفلات أعياد الميلاد. طبعاً بالنسبة لي كرائد أعمالنا، فكرة المشاريع بشكل عام، أي فكرة ناجحة أو أي فكرة موجودة يعني ممكن أنها تحقق أرباح، هذه الأفكار على طول في بالي. فاتخذت فكرة مشروع محل الورد كونه ما شاء الله يعني جهتها أو التارجت حقها هو الخوات والبنات جميعا، واللي هم المعروفين الأقوى شراء عن الرجل. فجاءت الفكرة من هذا الباب، وكون الفكرة فيها أكثر من مجال، يعني مثلا في مشاريع كثيرة ممكن تسوي شيء أو شيئين، لكن أنا كرائد أعمال أفكر يعني بطريقة استراتيجية. يعني مثلا السنة الأولى أنا شو راح أفتح من تخصص، السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيكون عندي مجال للتوسعة. فنحن في بداية الأمر بديناها كمحل ورد عادي، وسعنا من عدد العمال، قدرنا نحن نسوي يعني مثلا اللي هي حفلات التخرج، عمال يطلعون برا، عمال يكونون موجودين في المحل، نسوي مثلا حفلات أعياد الميلاد، نسوي مثلا يعني قعدات خارجية على البحر. فهذه الأفكار كلها وهذه التخصصات، يعني الأنشطة هذه مو في كل المحلات أو المشاريع الثانية تكون موجودة مرة واحدة. يعني فكرائد أعمال لازم يكون عندي رؤية مستقبلية أن المحل هذا يستمر بالتوسع، مش فقط أنا فتحته يعني أول سنة وما عندي يعني مثلا أفكار جديدة أني أوسع فيها. فمن هذا الباب يعني الخدمات بالتفصيل، إذا جينا على كل نشاط بنبتدي بنشاط الورد الطبيعي بقدر المستطاع. يعني أنا بنفسي أطالع الورود أنها تكون ورود فريش وأنها تكون ورود يعني مختلفة. يعني في ورود مختلفة كثيرة، يعني في بعض المحلات هني ما يجيبونها كون أن الكستمر متعود على نوع من الورد، لكن ليش ما نحن نكون مميزين مختلفين؟ مثلا نجيب ورود ثانية، في ورود يعني مثلا نفس البيوني أو نفس فصيلة ورود تباع الشمس، مش الكبيرة، في كذا فصيلة فيها، فنجيبها لو أن فيها مخاطرة، لأن الورود الطبيعية الثانية تكون غالية أول شيء رقم واحد، ورقم اثنين تكون يعني ما تعيش كثير، تتم مثلا يوم يومين وتموت. لكن على أساس نحن نقدم شيء مميز، شيء غير تقليدي، فمستعدين نخاطر عشان الناس يعني. فهذا من جانب الورد الطبيعي. كورد صناعي كذلك، حتى الورد الصناعي يعني مطلوب بشكل كبير، كون اني انا اسوي يعني مثلا كوش الاعراس او اسوي حق حفلات التخرج وحفلات اعياد الميلاد، فنستهلك كميه كبيره جدا جدا جدا. يعني عندنا ستور فوق فنخزن هناك، ونخزن كذلك يعني مثل ما موجود في المحل يعني. فكذلك هذا الجانب فيها مخاطره يعني. نحن تفكيرنا قدام إن شاء الله يعني نتوسع في الأنشطة بشكل عام يعني، وعندنا كذلك خطط مستقبلية كأنشطة في المحل. في خاطرنا إن شاء الله بنسوي كوفي شوب كونسبت، تقديم يعني كوفي شوب بشكل بسيط، إنه يكون مصاحب للخدمة الرئيسية اللي هي الزهور والهدايا. يعني على أساس إنه مثلاً الكاستمر أي بيسوي مثلاً باقة بياخذ مثلاً ربع ساعة نص ساعة يشرب فيها كوفي يعني مثلاً. وتعقيباً على الأنشطة الموجودة عندنا طبعاً كذلك، يعني أنا فخور بهذا الشيء أن عندي اللي هي النباتات الطبيعية. طبعاً النباتات نحن نلقاها أغلب الأماكن هي المشاتل أو المزارع يعني، لكن قلنا نضيف شيء بعد جديد، شيء غير تقليدي كمحل ورد. ليش ما يكون عندنا يعني نباتات وحتى الأشجار الصغيرة اللي هي تنحط في المكاتب والبيوت، لو شفتي حتى خارج المحل في أشجار يعني موجودة، الأشجار الصغيرة
هذه ممكن تنحط في الممرات في المكاتب، وكذلك النباتات اللي هي الصبار وأنواعها، والورد اللي ممكن يعيش في جو المكتب يعني بشكل عام، على الطاولة على الأرض. فهذا الشيء جديد طبعا، وما شفته أنا شخصيا في أي محل ورد في كلبة، فالحمد لله لك يا رب. يعني الناس حبت الشيء هذا وعجبهم هذا الشيء المميز. وعندنا أمور ثانية يعني نحن نسميها في البزنس إضافة قيمة، اللي هي وجود الأشياء اللي ممكن تريح العميل أثناء خدمته. طبعا حاليا قبل لا ندخل في مشروع الكوفي، نحن أنا وفرت جهاز كوفي من إنسبريسو براند عالمي. هذا الجهاز فري حق العميل، ياخذ باقة ورد، ياخذ له كوفي يريح. زائد نحن خضينا مبادرة اللي هي تبعا لرؤية حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في تعزيز القراءة عند جميع أفراد المجتمع، فوفرت كتب ممكن أنها تناسب كل أفراد المجتمع، يعني كتب وروايات وأمور دينية سياسية اقتصادية، وكذلك حتى روايات يعني قصص للأطفال وقصص وروايات المعروفة للكبار يعني. فرضى العميل يهمني جدا أنه يدخل المحل ويكون راضي من الخدمة نفسها، تكون بجودة عالية، زائد رياحته في المحل تكون يعني بدرجة عالية. وطبعا كذلك بعد تعقيبا للأنشطة الموجودة وفرنا شيء بعد كذلك مميز، اللي هي الفازات. الفازات يعني الناس أتحب الفازات، في كل بيت يديد فيها فازات على الطاولة وكذا، لكن بمجرد أن يفكرون في محل ورد في بالهم باقة ورد وخلاص يعني من هالناحية. فأنا في بالي كان ليش ما نستبدل باقة الورد بفازة ورد، يعني تكون بشكل جميل، وكذلك ممكن أن الواحد يحط فيها ماي، أنه يوم بيهدي الشخص الثاني الورد ما بيموت، بيتم الورد عنده يومين ثلاثة أيام أربع أيام، وفيه الماي والفازة حلوة. وايد أهتم بالفازات ومن وين أجيبها، يعني للأمانة أنا ما أجيب الفازات يعني من أماكن عادية جدا، أجيب الفازات يعني من أماكن براند معروفة عندنا هنا في الإمارات، وممكن أطلبها أونلاين بعد من خارج الدولة، يعني تكون شيء جميل وشيء قيم موجود يعني على الأرفف، سواء الزجاجية أو يعني الرخامية، تكون يعني ذا قيمة محترمة. فهذه من جانب الأنشطة. ومن التسهيلات الأخرى طبعا عندنا أكاونت إنستغرام، ونحن مهتمين بالأكاونت هذا كون أن نحن نعيش في ثورة إلكترونية، والناس أغلبها يعني أغلب المجتمع يعني يفقه بالأمور الإلكترونية. ف عندنا أكاونت اسمه سيلفر روز UAE. فالحمد لله لك يا رب، يعني أفراد وشباب وبنات كلبة الحمد لله يتابعونا في الانستغرام ومتواصلين معاهم أونلاين. أي طلبية الصور موجودة كيف ما بغوا، يعني من شكل، من ديزاين، من ورد، سواء الطلب على الانستغرام أو الطلب على الواتساب، الخدمة تكون فورية يعني. وإذا حب أنه يوصل بالوقت الفلاني المكان الفلاني ما عندنا مشكلة إن شاء الله. طبعا الصعوبات والتحديات تنشق أكثر من شق لها كمشروع تجاري وكتخصص فني في ذاك المشروع. كمشروع تجاري يعني أن أي شخص يعني مثلا ممكن يبتدي في مكان جديد، أو مثلا يعني أن متعود على مكان معين في الصناعية أو في يعني مثلا على الشارع العام أو في مكاننا نحن، يعني ممكن مثلا نحن في بناية فخمة جدا تعتبر للبنايات الموجودة في كلبة، فأجارها على ما أتوقع يعني أن نحن أغلى إيجار في كلبة يعني. فهذه أحد التحديات كذلك. والتحدي الثاني اللي هي كمشروع تجاري بشكل عام، أكيد وجود يعني منافسين عندي في كلبة، يمكن أكثر من 10 محلات أو 11 محل، وأغلب من النص يعني أوردي ما شاء الله موجودين فوق 10 سنوات. فهذا تحدي، لكن اسمه تحدي فنحن نتعداه إن شاء الله بإذن الله تعالى. وصلنا لمرحلة السيطرة الحمد لله لك يا رب. الشق الفني
كوني انا يعني ولد والمشروع يعني اكثر يعني نسائي، فهذا كان تحدي خاص للامانه. انا كرائد اعمال اكيد راح يكون تفكيري استراتيجي في كيفيه اختيار المشروع المناسب، خضت اكيد يعني خبره سابقه، درست، وقبل لا ابتدي مشروع اسوي فيها دراسه جدوى اقتصاديه، اعرف هذا المشروع كيف، سواء هذا المشروع رجالي او نسائي او حتى يخص الاطفال يعني. فالحمد لله لك يا رب، نحن اليوم موجودين في السوق والناس تعرفنا الحمد لله. طموحنا كبير طبعا، طموحنا ان نكون اسم تجاري معروف مثل باقي الشركات الكبيره. في تحديات، نواجه التحديات، نتعدى التحديات هذه، نطورها، نعدلها، نسوي دائما يعني خطط استراتيجيه، دائما يعني نحن نشوف اغلاطنا، نصحح اغلاطنا، نراجع كذلك العميل، اذا في شيء، اذا في افكار، اذا في اقتراحات، نسال العميل، نسوي سيرفي عن طريقهم، والحمد لله لك يا رب. موقعنا الحالي مقابل مركز الطب الوقائي بكلباء بجانب محل عبد الصمد القرشي. طبعا نحن نفتح المحل الساعة 8 الصبح متتالي إلى 12 بالليل. ختاما طبعا تشرفونا وتنورون المحل، ومحتاجين كذلك يعني رأيكم المحل، محتاجين اقتراحاتكم كذلك، إذا في حال نبي نعدل من الخدمات، نبي نوسع، فحياكم الله، تنورونا، ودنا تشوفون الجودة اللي نحن نقدمها كذلك مقارنة بمحلات الورد الموجودة في كلبه.